بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. وهذا اللقاء من لقاءات درس الأول الخاص ببرمجة الألعاب باستخدام يونيتي. وكنا توقفنا في اللقاء السابق مع كيفية إعداد برنامج يونيتي، وقلنا هنبتدي في هذا اللقاء نعمل سيت اب للبروجرام سوا. وكنا قلنا لحضرتك ان انت ممكن تحصل على نسخة من خلال النت، وورينا حضرتك المسار والخطوات، او من خلال الاسطوانة المرفقة مع الكتب اللي هي اسطوانة رقم 3، ودي الملفات الموجودة اللي احنا شرحناهم ملف في ملف. وهنبدأ نسطب البرنامج من خلال الملف يونيتي سيت اب 64، وده طبعا عشان نسخة ويندوز عندي 64 اهوت. دبل كليك يبتدي يمشي معاك البرنامج خطوة خطوة. الموضوع ان شاء الله كتير سهل. شاشة ويلكم طبعا تقول له نيكست، وبعدين يقول لك الاتفاقية تقول له اي اجري. يسألك سؤال، انت عايز تسطب ايه؟ عندك حاجتين، يونيتي انجين، وهو مش مخيرك او لا طبعا، لان لو ما سطبتش اليونيتي انجين يبقى ما عملش اي حاجة خالص، ده اليونيتي انجين الاساسي. انما المونو ديفلوب دي التول المستخدمة في كتابة برمجة او اوامر برمجة ليونيتي، واتفقت مع حضرتك ان انت ممكن تكتب او من برمجه، لا اما باستخدام مونو ديفلوب او باستخدام فيجوال ستوديو، وده هنشوفه عملي باذن الله. سيب كل حاجه زي ما هي وقول له نيكست. هيسالك على المسار اللي انت هتسطب عليه، لا اما تغيره او تسيبه زي ما هو تقول له انستول. هيبتدي انستول، لو عامل انستول لنسخ قبل كده ولا حاجه هيعمل لها ريموف. انا كنت عامل انستول، هيعمل ريموف للنسخه القديمه، ويبتدي يسطب معاك خطوه بخطوه. تقريبا دي هي الخطوه اللي قبل الأخيرة، ما ينفعش أقول لها حاجة الأخيرة، اللي قبل الأخيرة. لو رجعت للكتاب هتلاقي نفس الخطوات مشروحة في الكتاب، زي ما قلت لحضرتك إزاي تحصل على نسخة من النت، النسخة المختلفة ليونيتي، بعد كده الملفات هي تسطبنا الملف الأولاني أو لا، مش سطبنا، بنسطب الملف الأولاني. وشاشة، شاشة زي ما تعودنا كده أهو، ده اللي إحنا مرنا بيه أهوت، وهو دلوقتي شغال فعلا في الخطوات دي أهي مع حضرتك. مفروض ان هو هيوصل بصراحة للخطوة يعني قبل الاخر كده هو، ومفروض يسألك هنا على الدوت نت فريم ورك. الدوت نت فريم ورك هو هيعمل له داونلود من على النت، بس طبعا انا كنت عامل له داونلود ومسطبه قبل كده، فدي ملحوظة مهمة. هنا في الخطوة دي في المرحلة دهيت عند النقطة دي بالظبط تقريبا بيبتدي يعمل ايه؟ بيبتدي يحتاج الدوت نت فريم ورك. فاما انك انت تعمل له داونلود من على النت انت بنفسك قبله وتسطبه، دي خطوه مقبوله، او ان انت تمشي معاه عادي جدا وما تزعجش نفسك، ولما يوصل للخطوه دي هو هيقول لك ان هو محتاج الدوت نت فريم ورك، وهو اللي هيعمل له داونلود وهيسطبه. بس الفكره ان هو لما بيعمل داونلود ويسطبه بنفسه بياخد بس وقت الى حد ما. المهم الطريقه اللي تعجبك يكون الدوت نت فريم ورك اوريدي انستول. انا بس بلفت نظرك عشان ما تقلقش يعني وتقول ايه في مشكله او كده. طيب خلص هو تقريبا اهو زي ما حضرتك شايف تقريبا، وخلص خالص نفس الشاشات اللي عندنا اهو. اخر سؤال بيساله لي، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ران يونيتي هو الفيرجن يعني بعد ما اعمل فينيش. لو قلت لا خلاص هو اوريدي عمل شورت كات على الديسك توب ممكن تشغل منه اهو، او انت ومزاجك لو قلت له فينيش خلاص كده مش هيران، تبتدي انت فينيش اهوت، تبتدي انت تشغله بنفسك زي ما حضرتك شفت. هيبتدي يعمل لك الشورت كات دوت، دبل كليك عليه هيبتدي يشغل اليونيتي ويدينا الشاشه الاولانيه اهو زي ما قلت لحضرتك كده. الخطوات اهيت، والراجل خلص للاخر، تقول له فينيش هيبتدي يشغل. وهقول لحضرتك دلوقتي هيقابلك شويه تريكات اقول لحضرتك عليها. طيب بص يا عاده الباشا، هيبتدي يسالك اهوت، يقول لك ساين ان تو يور يونيتي اكونت، او انك انت تعمل كانوت فايند انفورميشن، او انت كرييت وان. لا واحده واحده، هو عايز ان انت يكون ليك اكونت على اليونيتي. فلا اما تقول له كرييت وان، وده هيدخلك على شاشه الكرييت اكونت وتعمل اكونت براحتك، ودي حاجه بس بسيطه جدا جدا زي ما بتعمل ايميل بالظبط. او تكون عندك اكونت عملته، وانا عملت فعلا اكونت، هو عباره عن الايميل بتاع حضرتك اهوت، طبعا ده الايميل بتاعي اهو، زائد الباسورد اللي هو بتكون انت حددتها قبل كده اهوت، ويساين ان. ده اول مره بس يا جماعه، يعني هو ما بيعملش الكلام ده
كل مره هو بس اول مره في التشغيل بيتاكد، فبيعمل لوجن على الاكونت عشان يعمل لك ايه تفعيل. اهو انا قايل لحضرتك الكلام دوت اهو، بيطلب منك انك انت تكريت اكونت، تقول له اه انا عايز اكريت اكونت، يديك الشاشات اهي خطوه خطوه، ويبتدي بص يقول لك انت طبعا ايه بياناتك ايه اهو، مثلا البلد، وبعد كده تحدد ايه شويه معلومات لحد ما يعمل لك ايه اكتيفيشن. يبقى الخطوات دي كلها الغرض منها انه يعمل اكتيفيشن لحد ما تخلص خالص، ويقول لك ثانك يو زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله، ويبتدي يشغل لك برنامج يونيتي مع اول شاشاته. ده اللي احنا عاوزين نوصل له بعد ما يشغل اهو، انا اسف يعني، بعد الخطوات دي كلها يبتدي يشغل لي برنامج يونيتي ويوصل للشكل ده، وهو ده اللي احنا عايزين نوصل. طيب هو لسه بيعمل اكتيفيشن، انا هوقف الفيديو لحد ما يعمل اكتيفيشن. طيب يا شباب، بعد ما عمل اكتيفيشن اشتغل اهوت وسالني لايسنس اجريمنت، انت بتستخدم مين، يونيتي برو بلس اور برو، ولا بتستخدم يونيتي بيرسونال؟ قلت حاجه طبعا بيرسونال زي ما اتفقنا، وتقول له نيكست اهوت، وبعدين يقول لي ايه اجريمنت. طبعا انا ايه اي دونت يوز يونيتي ان بروفيشنال كاباسيتي ذا كومباني، بتقول له شويه ايه اختيارات انت موقفك ايه منها في استخدامك لايه لليونيتي، زي ما قلت لحضرتك كده في الايه في الكتاب، لحد ما يقول لك ايه ثانك يو. الكلام ده مش هيعمله تاني طبعا، هي اول خطوه بس او اول مره بس، ويقول لك ثانك يو ستارت يوزنج يونيتي، ويبتدي يديك الشاشه الرئيسيه لبرنامج يونيتي اهوت زي ما احنا قلنا في الكتاب بالظبط، ويديك نيو بروجكت. وادي خطوات او ادي الشاشة الرئيسية اللي بيبدأ بيها بعد ما عمل اكتيفيشن وكل الكلام البسيط ده، خطوات تقليدية. اهم حاجة يديني الشاشة دي يا جماعة. خلينا بس نجرب وبعدين نكمل في الايه في المثال، قصدي في اللقاء القادم. خلينا نقول له بروجكت 01 وحاج، خلي بالك المسار اللي انت عايزه هنا اهو، ويقول لك 3 دي ولا 2 دي، الكلام ده برضو هنشرحه، وايه هي الاسيت باكج هنشرحها مع حضرتك وهكذا. خلينا بس نقول له بروجكت 01 وتخلي بالك. خليني بقى اعمل معاك ايه مسار للقصة دي عشان اعمل لك برضو كوبي، يعني خلينا نعمل كده اهوت ونعمل مسار واعمل لحاج كوبي للمسار دوت. يعني خليني احط كل الدنيا دي في فولدر عشان اديك الفولدر دوت بكل الامثله اللي احنا بنعملها اهوت، زي ما اهو ادي الاسطوانه الثالثه. هنعمل هنا اهوت نيو فولدر ونقول ايه، ونقول يونيتي اكزامبلز، بحيث ان حاجه تاخد كوبي من الكلام ده اهو، واقول له الفولدر ده هو الفولدر دوت اللي انا عايز. لاحظتوا يا شباب اهو، ده الفولدر اللي انا عايز اكريت فيه البروجكت بتاعي. يقوم كمان شويه كده لما اقول له بقى بص كرييت بروجكت، هسيب دلوقتي موضوع الاسيتس وكل القصه دي دلوقتي مش هشرحها لحضرتك، بس انا عايز احصل على الشاشه الاساسيه اهوت فعلا لليونيتي، ده اللي احنا عايزين نوصل له. بيرفض نظري بس ان في شويه يعني ابديتس لو انت عايز اهو، زي لا خلاص اب تو ديت ومفيش ادنى مشكله والدنيا زي الفل. كده انت حصلت على الشاشة الأساسية لليونيتي. طب ايه دوت وايه دوت وايه دوت وايه دوت وايه دوت والقصة دي كلها ايه هي؟ هنشرحها لحضرتك ان شاء الله في اللقاء القادم، لكن كان الدرس الأول مطلوب منه ان يوصل للايه؟ للخطوة دي. ماشي يا شباب؟ طيب هنستكمل مع حضرتك وهذا الدرس ان شاء الله في اللقاء القادم، ونشرح كمان الملفات التانية مهمة جدا وأهمية كل ملف منهم، بس هنشرحهم بإذن الله في اللقاء القادم. فزي ما تعودنا إلى أن نلتقي في اللقاء القادم، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.